هاي تيبيكال نيم بليت. عندي 3 فيز سكويرل كيج اندكشن موتور. كم تيرمينال لازم يكون في له؟ ثلاث. ما بيطلعوش الرابع عادة. فعادة سكويرل كيج اندكشن موتور راح تلاقي في له ثلاث تيرمينالز، ما بيطلع عادة ستارت بوينتس الا اذا انت طلبتها من المصنع، طلبت منه يطلع لك السكس تيرمينالز، ممكن يطلع لك السكس تيرمينالز، لكن هذا في حالته له 3 تيرمينالز في الموضوع. هلا احد الاشياء اللي موجود عليه هو 6.8 كيلو وات، اذا هاي الباور الريتد باور تبعته 6.8 كيلو وات. الكونكشن تبعته والريتد فولتج 380 فولت دلتا دلتا. والسبب انه اعطاني دلتا دلتا انه هذا فيه له واي 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 واي، انا حكيت دلتا دلتا واي واي. هذا بيكون فيه له 2 سبيد وايندينجز، هاي لها بولز عدد البولز 4 والثاني عدد البولز 16. فبنفس المحرك بيكون فيه بول تشينجينج، بيكون له 4 بولز و16 بولز، فإذا بدي أمشي على السرعة العالية بقدر أشغل ال 4 بولز، بشغله على السرعة الواطية بقدر أشغله على 16 بول. مين السرعة الأعلى؟ 4 بولز. 4، ليش الأربعة؟ لأنه المعادلة وين بتكون البولز عدد البولز؟ إذا أخذنا 120 في اف على بولز. أو بيرز أوف بولز بتصير 60، إذا هذه اللي هي ان، هذه أي سبيد؟ سينكرونس. لكن محرك الإندكشن موتور على أي سرعة راح يمشي؟ ميكانيكا. على الـ asynchronous. الـ frequency تبعته الـ rated frequency 50 هرتز. معطيني هو typical cosine phi 0.77. ايش هاي بتكون lagging ولا leading؟ lagging. لانه induction motor. هو ما بيحكي، ما بقول شيء. بس هي lagging. هذه لما اكون معطيني الـ rated load تبعته. Number of starts per hour. هو هذا rated حتى يعمل 180 starts per hour. لأنه هذا المحرك بضل بيحمى، كل مرة بيعمل acceleration deceleration acceleration deceleration. ما بقدر يعطيني 240. لو هم الريتنج تبعتهم 60 120 180 240، هذا بقدر يعمل 180 starts per hour. يعني هذا طبيعة في أنظمة بضل المحرك بيشتغل وبضل شغال باستمرار، زي لو عندك فان. فان مثلا افرض انت عندك فان في نفق، راح تشغله وبضل شغال، بس في سيستمز بضل يشتغل ويطفي، يشتغل ويطفي، يشتغل زي ايش؟ كونفير بلت مثلا. كونفير بلت ممكن، مصعد. اذا عندي مثلا احسن مثال عندك، شايف كونفير بلت تبع المي وينه؟ مش موجود هون عندنا. شفت الكونفير بلت المختبر بيمشي وقف بيمشي بوقف، هذا ستارت بير اور مضبوط؟ هذا كل مره عماله بيحمى. يعني أسوأ عليه بانك تشغله كونتينيوسلي، لانه الاكسلريشن والديسلريشن عماله مر هاي ستارتنج كارنت سبيد. في عندنا كمان شيء اسمه الايزوليشن كلاس. خلينا نحكي، راح نحكي بأحكي. خلينا احكي المرات القادمه عن الايزوليشن كلاس او انسوليشن كلاس. عفوا، انسوليشن كلاس العزل الداخلي قديش بتحمل حراره. هذا هون في عندي كلاس اف، في عاده تكون كلاسز اظن اتش في كلاسز ثانيه. هاي تحكي لي هون كلاسز الانسوليشن كلاس، العزل الداخلي تبع المحرك ايش درجه الحراره اللي بتحملها اللي بيقدر يشتغل عليها؟ اظن هذه 180 اف موجوده فيه، بس هاي تحكي لي انه العزل قديش العازل اللي في داخله، العزل اللي في داخله بتحمل. عارفين العازل ايش اللي بخرب المحرك في النهايه بعد فتره؟ البرنيش بيصير الحراره بترتفع، لما الحراره ترتفع الفارنش اللي موجود هذا، عارفين الفارنش الورنيش بسموه، بيبدا ينهر. لما بيبدا ينهر الورنيش الفارنش اللي موجود هون بصير في شورت سيركت في المحرك بخرب. هلا كل ما كان هو مصمم على انسوليشن كلاس اعلى بيقدر يتحمل درجات حراره اعلى. اظن الاف يا 130 يا 180. الانجرس بروتكشن 21، الانجرس بروتكشن اللي هو منعه لدخول الشوائب في داخل اللي ماخذين ام اس دي، سمعوا بالهاي انجرس بروتكشن. هون قديش بمنع السوليدز انهم يدخلوا، وهون ايش بمنع الليكويدز انهم يدخلوا. هاي اسمها الانجرس بروتكشن. الديوتي سايكل تبعته اللي بيشتغل عليها 40%، ممكن يضل يشتغل، يعني يشتغل اون 40% اوف 60%. التورك الريتد تورك اللي بعطيني اياه 47 نيوتن متر، يعني تي ريتد
47 نيوتن متر، وهاي اذا رحت على سبيد توركر بتكون هون. هاي ايش النقطه؟ هذا ايش الخط؟ سبيد توركر. ايش هذا الاكسس؟ سبيد ان ار بي ام. او هون ايش؟ تورك. هذه النقطه ايش اللي هون؟ هاي سينكرونس سبيد. قد ايش التورك اللي بعطيني اياها عندها؟ زيرو. هذا ايش التورك؟ البول اب. هذا ستارتنج، وهذا مرات بسموه البول اب اذا نزل وطلع. لكن انا ما بشغله على هاي، على اي تورك انا بشغله بصمم الريت. وعند الريت شو بتكون السرعه؟ اي سينكرونس. الفرق بين هذول الثنتين شو بتسبب؟ اذا هذا هون تي ريت وهاي ان اي سينكرونس. اوكي ماشي. اذا هذه معناها هون. فهذول الريتنجز عم بعطيني هو الفل، يعني هو لما بكون بعطيني الريت التورك قديش بكون ال 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 كوساين فاي باور فاكتور 0.77. طب لما ينزل اللود كثير، لما يكون اللود خفيف عليه شو بصير بالباور فاكتور؟ بنزل. وهي من مساوي الاندكشن موتور، لما يكون فيري لايتلي لودد ممكن هذا ينزل ل 0.4. ولما يكون ماشي على الريت سبيد والتورك ايش الباور اللي بعطيني اياها؟ هل هاي انبوت الكتريكال باور ولا الاوتبوت ميكانيكال باور؟ الاوتبوت ميكانيكال باور هي عباره عن اوميجا مضروبه في تي ريتد، مش ان مضروب في تي ريتد. ليش؟ لانه ان زيرو بي ام. لا قصدي ان يعني اي سي مش ان اي سي. اه اذا بدك تي في اوميجا تعطيني تو، مش هيك؟ كمان عندنا الستارتنج كرنت 47. هذا كانه ستارتنج 101 و107. اظن ال 47 هو الريتد، الريتد نيوتن متر. هون في حاطط هو ارقام مختلفه. خليني احط اخر شيء الاي للموتور، هو حاطه جي، بس الاي للموتور بتساوي 0.057. ايش لازم تكون وحدتها؟ ايش اي؟ لا لا انيرشا. هو عشان حاططها جي، يمكن كويس الواحد يحطها جي. كيلوغرام متر سكوير. هاي لمين؟ الموتور. يعني ايش في الموتور؟ اي جزء بالموتور؟ الروتور. عشان اذا بدك تصمم. وكانه كمان معطيني الماكسيمم انيرشا تبعت اللود اللي هو ممكن يتحملها، اللي هي اي ايكوفلنت. متذكرين اي ايكوفلنت 1.02 كيلوغرام متر سكوير. تقريبا حطينا احنا معظم الاشياء. اذا حبيتوا تتفرجوا عليها تطلعوا على بعض الارقام اللي موجوده هون. هذه تيبيكال نيم بليت. نعم.